تعالوا معنا نسمع منظمة الصحة بتقول لنا بحث مهم جدا في حياتنا. بتقول ان 350 مليون شخص مصابين في العالم بالاكتئاب، لكن في نفس البحث قالت معلومة مهمة جدا، قالت ان في عينة عملوا عليها ابحاث ان يمتلكوا اصدقاء سعداء، فقالوا ان هم اكتر ناس قدروا يقاوموا معاملات الاكتئاب، وكان معاملات الاكتئاب عندهم بعيدة جدا لدرجة ان هم ما يحتاجوش لأدوية اكتئاب. الصداقة السعيدة افضل علاج للاكتئاب. ليه المصريين بيقولوا اشتري الجار قبل الدار؟ ليه؟ هقول لحضرتك هذا الموروث، وان كنا لن نرجعه الى الممارسات المصريه القديمه، لكن نرجعه الى ايه؟ المصري حضرتك بيني وبينك يعني ما بيحبش النكد. يعني المصري ده ما بيحبش النكد. الجار وكانه ملازم لك في المنزل، يفصل بينك وبينه حائطين. بالظبط بالظبط، حائط منزلك وحائط منزله. فالراجل مش عايز نكد. مش عايز نكد. ايه مفهوم الجيره؟ قد ايه بيأثر في شغل حضرتك؟ مفهوم الجيره موجود من ايام اهالينا ولحد دلوقتي. اي حد بيجي يشتري مننا بيت بيسأل مين جيرانه ومين اللي موجود معاه في القمطان. ده السؤال رقم كام؟ تقريبا الثالث، ما يمكنش التاني بعد سعر البيت. بعد سعر البيت على طول بيسأل عن تواجد عائل الأسرة أو رب الأسرة يأتي بعد يوم عمل طويل وشاق. بالظبط. فبالتالي عايز يرجع، ما يلاقيش بقى إن جاره ده مرات جاره اتخانقت مع زوجته. صحيح. أو يلاقي أولاده اتخانقوا مع أولاده. دي نقطة، يبقى نقطة تلافي النقاط السلبية بينه وبين الزوج. جار تشتري على اساس ان ده جارك هو اللي ملازمك، هيبقى اقرب واحد لك في حاله السراء وفي حاله الضراء، هو ده هيبقى اقرب واحد لك. مش هسكن في اي مكان وبس، المكان طبعا انا اي مكان بروح اسال هل الناس اللي فيه ناس كويسين، مكان كويس، مكان محترم، ما يكونش مكان مثلا فيه بلطجيه، مكان يعني احنا فاهمين الاماكن الكويسه من الاماكن اللي مش كويسه.